بس خليه سريع. ايها الجماهير، ايها الجماهير، الجماهيريه العظمى، اليوم يومكم، اليوم يومكم. تلسوا شوارع شوارع ليبيا من 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 الخونه والمرتدين المرتزقه. اليوم يومكم. احنا بنقول الاهليهم والعوائل والحمويل ياخذوا اولادهم من الشوارع المهلوسين. اخوي محبوب، محبوب من من حمل وحبوب هلوسه وحبوب الهبل. احنا بقول لكم روقوا، عيب. ليش بيسووا فينا هيك؟ ليش؟ ليش؟ ليبيا عمر المختار، ليبيا القذافي، ليبيا الشعب الحافي سريك. ليش؟ ايش انا عملت معاك انا؟ انا خلص صفحه جديده اليوم، صفحه جديده اليوم. بالنسبه البترول خذوه وزعوه حالكم، اعملوا جيش شعبيه ومؤتمرات شعبيه وزعوه حالكم. وبالنسبه كل شيء انتم تحكموه، حليت كل الجيش شعبيه وحليت كل البلديات. انا مش رئيس، انا رئيس برميه بوجهكم السقال. انا مش رئيس، انا قزافي ملك الملوك. امريكا 170 طياره ضربتني في بيتي ما مدتش. ليش؟ كنت متخبي، عيب. القزاف انا اسطول، 4000 امريكا زودوهم في البترول عشان يقصوني. مرقوا عن دوركم يا هبل، مرقوا عن دوركم. وانتوا قاعدين تدوروا على مين؟ على القزاف. ليش؟ لا عشان اثوري، عشان احفظ عمر المختار. اسمعوا، هذا دستور، هذا دستور الأمة، هذا دستور. كل واحد يطلع القزافي المظاهرات اعدام، وكل واحد بيحبج القزافي برضه اعدام، وكل واحد بفكر انه يوم من الايام يحبج القزافي اعدام، وكل واحد صاحبه بفكر ما يحبش القزافي اعدام، وكل واحد ما يوالي القزافي اعدام. ايش بدكم؟ مين يحكمكم؟ ويا مين يحكمكم؟ مين؟ مين يحكمكم؟ المقابلين؟ ليبيا المقابلين تحكمكم؟ مين بده بكره وزع البترول؟ مين؟ مين وزع اكل شرب عليكم؟ مين؟ مين؟ قولوا لي مين؟ ليش هيك يا قطر؟ ليش؟ يا قطر ليش تعمل فينا هيك يا قطر؟ ليش؟ يخسر العيش والبلح بيننا بينكم يا قطر. والله ما حفظتوش مين يا قطر. والجزيرة العميلة هذه جزيرة الكلاب، هذول الاعلام المهجورين كلهم كلاب. ليبيا هيك؟ ليبيا تكسر 50 دولة عشان حبت مكملين يحكمونا؟ ليبيا اخ يا ليبيا، انا بقول اطلعوا لهم قهروهم.